ميركاتو اللحظات الأخيرة ونسخة جديدة من تشامبيونز ليج، هو ده محور كلامنا في السادسة. مرة تانية برحب بضيوفي طبعا مينا ماجد ودكتور وليد الحديدي، أهلا بيكم. سريعا نعدي على الميركاتو اللي كنا متوقعينه خلاص بقى، يعني مفيش صفقات معلية تقيل تاني هتحصل، لأن رونالدو بيغير من مان سيتي لمانشستر يونايتد، جريزمان في صفقة غير متوقعة بيرجع مرة تانية لأتلتيكو مدريد وبيسيب البارسا. في الوقت اللي كنت بكلم معاك فيه يا دكتور وليد انه اخر مره انه رحيل ميسي ممكن يدي مساحه اكتر لكوتينيو وجريزمان ان هم يعني يبدعوا مع البارسا، وساقول من اتلتيكو مدريد لتشيلسي. كنتوا متوقعين صفقات من العيار ده في التوقيت ده؟ مؤكد طبعا انضمام رونالدو لمانشستر يونايتد مفاجاه، لانه كان بعيد عن الحسابات، ما حدش اتكلم عنه من مانشستر يونايتد، كان بعيد كل الكلام عن مانشستر سيتي او باريس سان جيرمان. يبدو يعني ان فكره انه هينضم لمانشستر سيتي، ولا مش مستبعد ان يكون في جيم من رونالدو نفسه وخورخي مينديش الوكيل بتاعه، ان هم يعني بيحاولوا ايه، هم ما تعاقدوش مع السيتي بس صدروا للدنيا كلها ان هم هيتعاقدوا عشان يثيروا غيره مانشستر يونايتد. يمكن كمان تقويه سكواد مانشستر يونايتد شجع رونالدو وحس انه لما يروح يتألق في وسط هذه المجموعه. أليكس فيركسون كمان كان ليه مكالمه مع رونالدو يمكن غيرت شويه طبعًا افكاره. هو قال كده في تصريحاته انه ده الاب الروحي. طبعا لا هو دايما بيعترف بده. فطبعا مفاجاه وقيمه واضافه كبيره جدا لتشكيله مانشستر يونايتد اللي كمان تم تدعيمها بجادون سانشو مع ارتفاع مستوى العديد من النجوم في تشكيله مانشستر يونايتد، فبالتالي اصبح منافس قوي شرس على البريمير ليج وعلى تشامبيونز ليج. منافس بجد ولا كده وكده؟ طلع لك عندي السيديهات بتاعتك يا دكتور وليد. لا بص، بحب انا ليفربولي، انا بعترف من قبل صلاح ومن زمان انا ليفربولي، فبحب انكش اصدقائي المانشستراويه شويه. طلع لي بوست يا بيه على طول يا جماعه. الملفات السيديهات انا ماسكين عليها سيديهات. هو طبعا ده بص طبعا دكتور وليد من يومين. انا طبعا كنت بقول لهم الف مبروك مانشستر يونايتد، صفقه عظيمه ومهمه الحقيقه. اعتقد كده الشياطين حمر فرصتهم كبيره يصعدوا دور ال 16 في تشامبيونز ليج ويستمروا في المنافسه على وصافه الدوري الانجليزي. مش شايف في امل، مش شايف في امل. شوف اقول لك بصراحه، المنافس الاقوى على لقب الدوري الانجليزي من وجهه نظري هو السيتي وتشيلسي. يجي بعديهم في نفس الرينج مانشستر يونايتد وليفربول. ده بكل امانه فنيه يعني، لكن مانشستر يونايتد حتى مع وجود كريستيانو رونالدو انا مش شايفه بطل تشامبيونز ليج. متفق يا امينه؟ 100%.